عشان نعمل كوبل يعاكس الكوبل يبقى محتاجين نحط شير ستريسز هنا. صح؟ من غير ما اعمل حسابات كتير لازم الشير ستريس اللي الناحيه دي يساوي الشير ستريس اللي الناحيه دي. دي متفقين عليها عشان يكون ايكوليبريم بقى، صح؟ هو السؤال بقى قيمة الشير ستريس هنا in relation to قيمة الشير ستريس هنا بتساوي كام؟ ولو مستطيل. خلي بالك انا مربع دي كلمة عدت عليا كده في وسط الكلام، لكن انا كاتب ال واتش ودبليو، يعني in general 3 different values، صح؟ مين اللي مش موافق؟ عايزين نجيب equilibrium of moments لأي structure. Let's apply equilibrium. لما بنيجي نعمل equilibrium of moments نعم. كده التاو ستار بتساوي تاو إذا هو سكوير؟ كده إيه؟ تاو ستار بتساوي تاو إذا هو سكوير؟ أنا ما قلتش الكلام ده خالص. أنا لسه ما جبتش سيرة إن هما بيساووا بعض ولا ما بيساووش بعض من الأصل. إحنا let's apply the equations of equilibrium and see what they come up with. اوكي؟ عشان نعمل ايكوليبريم اوف مومنتس بنختار نقطة. بعضكم من شوية قال ناخد النقطة اللي في النص. صح؟ Which is kind of a very nice idea بس I wouldn't use it. كانوا برضه علمونا التركاية كده في الستاتكس هي إن دايما خد نقطة بيعدي فيها أكبر عدد ممكن من الفورسز. فتقول المعدات تبقى أبسط. النتيجة مش هتختلف. بس المعدات هتبقى أبسط. اوكي؟ فأنا for a certain reason قررت ان انا هختار النقطة دي. اوكي؟ هاخد حواليها المومنتس. سيجما المومنتس حوالين النقطة دي بتساوي ايه؟ أولا دي ودي مش هيعملوا مومنت، صح؟ يبقى فاضل دي ودي. ام بتساوي زيرو بتساوي. المومنت بتيجي من ايه؟ فورس في arm of force مش كده؟ مش stresses برضه. force في arm of force. طيب الستريس ده نحوله لفورس ازاي؟ يبقى الستريس تاو بلاش نكبرها قوي كده عشان ما نتلخبطوش تاو مضروبه في الاريا بتاعتها اللي هي ال في دبليو مضروبه في الارم اوف فورس. الارم اوف فورس بتاعها كام؟ اتش. موافقين؟ طيب اتش تاو الزرقاء اللي هي تاو ستار في الاتجاه الثاني، صح؟ يبقى تعمل نيجاتيف مومنت. موافقين على الكلام ده؟ يبقى ماينس تاو ستار في ايه بقى؟ في الاريا بتاعتها اللي هي كام؟ اتش في دبليو. موافقين؟ اتش في دبليو. والارم اوف فورس بتاعها كام؟ ال. يبقى تاو في ال في دبليو في اتش بتساوي تاو ستار في اتش في دبليو في ال. يا حلاوة. يعني ايه؟ يبقى تاو لازم تساوي تاو ستار. No matter whether it's rectangle ولا square section.